اسمح لي بداية أن أرحب بالزميل المندوب الدائم للباكستان الذي انضم إلى قائمة السفراء المميزين في هذه المنظمة الدولية، وأضم صوتي إلى سعادة سفير إيران الذي سيلقي بيانا باسم حركة عدم الانحياز. سيدي الرئيس، أكثر من 6 عقود قد مضت على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وعلى محنة أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني تم طردهم من وطنهم والاستيلاء على أرضهم وبيوتهم، وهناك من يريد أن يتحكم بمصيرهم ومستقبلهم. أكثر من 6 عقود من حملات الاستيطان الممنهج والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والجماد والنبات وللقانون الإنساني الدولي وجميع المرجعيات القانونية الدولية والمعايير الأخلاقية والإنسانية في الأراضي العربية المحتلة. أكثر من 6 عقود والشعب الفلسطيني ما زال ينتظر منحه أبسط حقوقه، وهو إقامة دولته الحرة المستقلة والكاملة السيادة فوق ترابه، تراب وطنه. أكثر من 6 عقود أيها السادة، وإسرائيل تتحدى الشرعية الدولية بتعنتها وسياساتها العدوانية، وتعرقل أي فرصة لتحقيق السلام في المنطقة، مستفيدة في ذلك من الحماية المباشرة التي تقدمها لها بعض الدول النافذة في هذا المجلس بالذات وخارجه أيضا. على الرغم من كل ذلك أيها السادة، ما زال هناك البعض ممن يطرح على نفسه وعلى ما يسمى بالمجتمع الدولي أسئلة ساذجة، أسئلة يحاول من خلالها أن يتلمس طريقه في تحديد معالم الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، وتكاد هذه السذاجة أن تشبه تلك المحاولات في القرون الوسطى لدى من كان يسعى إلى تحديد جنس الملائكة. والسؤال هنا هو كم من العقود يجب أن تمر على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية كي يقر البعض أخيرا بضرورة التحرك بشكل جدي لإنهاء هذا الاحتلال البغيض؟ وكم من الضحايا الأبرياء من الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين وغيرهم يجب أن يسقط حتى يقتنع هذا البعض بأن هناك مأساة حقيقية ينبغي رفعها؟ وكم من المستوطنات فوق الأراضي العربية المحتلة يجب أن تقام؟ وكم جدار فصل عنصري فوق الأرض المحتلة يجب أن يبنى؟ وكم من المقدسات الإسلامية والمسيحية يجب أن تستباح حرمتها كي يستيقظ ضمير هذه الدول عينها لمنع استكمال الجريمة الإسرائيلية؟ ألم تكن التقارير التي رفعتها عشرات لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق ولجان الحكماء إلى مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة على مدى عشرات السنين من الاحتلال الإسرائيلي، ألم يكن كل ذلك كافيا لتشخيص حجم العدوان والإرهاب الإسرائيليين
على دول وشعوب المنطقة؟ ألم يكن أكثر من 1000 قرار صادر عن هذه الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتدين انتهاكاتها الجسيمة والممنهجة وممارساته العدوانية كافيا لإحراج تلك الدول ودفعها للتخلي عن دعمها العسكري والاقتصادي والسياسي غير المحدود لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ورفع الحصانة غير الشرعية التي منحتها لها ضد كل جرائمها المرتكبة في الأراضي العربية المحتلة؟ هذه الأسئلة كلها نتركها برسم الدول الداعمة لإسرائيل والتي تدعي ليل نهار حرصها على تطبيق أحكام القانون الدولي ومكافحة الإرهاب والحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة وضمان احترام حقوق الإنسان. وقد استمعنا في جلسة هذا الصباح إلى بعض من ممثلي تلك الدول الداعمة لإسرائيل وهم ينظرون لنا مواقف بلادهم حول القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والسلام في منطقتنا، إلى درجة أن بعضهم قد نسي عنوان البند الذي نحن نتحدث في إطاره اليوم. السيد الرئيس، هناك واقع مرير يتمثل في أن جزءا غاليا من الأراضي السورية في جولان ما زال تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ 45 عاما، وذلك بالرغم من أن مجلس الأمن نفسه قد أصدر بالإجماع القرار رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار إسرائيل بضم الجولان السوري في العام 1967 لاغيا وباطلا وليس له أي أثر قانوني. إن مجلس الأمن مطالب بتحمل مسؤولياته للتعامل مع هذا الواقع بما يستحقه من جدية واهتمام لتنفيذ هذا القرار وقرارات المجلس الأخرى ذات الصلة. نقول ذلك لأن عدم القيام بذلك على مدى عقود من الزمن يؤكد وجود قراءة استنسابية وانتقائية لدى بعض الأعضاء في هذا المجلس الموقر تجاه تنفيذ قراراته عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. إن ممثلي الأمانة العامة معنيون قبل غيرهم بتنفيذ ولايتهم من حيث قيامهم بإحاطة المجلس بشكل دوري ومحدث وبكل نزاهة وشفافية بالانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في الجولان السوري المحتل، وهي الانتهاكات التي تقوم سوريا بتزويد الأمانة العامة بها بشكل دوري والتي كان آخرها إعلام الأمانة العامة بتزايد حالات قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بخطف المواطنين السوريين من الجانب السوري من خط وقف اطلاق النار، علاوة على إجراء إسرائيل لمناورات عسكرية هجومية واسعة النطاق على أراضي الجولان السوري المحتل تحاكي سيناريو الحرب ضد سوريا. وقد استمعتم كلكم للتو إلى ما قاله مندوب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من توجيه إنذار واضح بأن حكومته تعد العدة لحرب في المنطقة. إن من يدعي نفاقا حرصه على حقوق الشعب السوري في هذه الأيام العصيبة لا يمكن له أن يتجاهل حق هذا الشعب في استعادة أراضيه المحتلة، ولا يمكن له أن يغفل مأساة ومعاناة السوريين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل. إن من يدعي حرصه على الشعب السوري لا يمكن له السكوت عن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات في الجولان المحتل وبناء جدار فصل عنصري شرق مدينة مجدل شمس المحتلة، ورفض إسرائيل تسليم خرائط حقوق الألغام إلى المنظمات الدولية حيث أودت انفجارات القنابل العنقودية والألغام
التي زرعها الاحتلال الإسرائيلي في الجولان أودت بحياة 726 مواطنا سوريا، بينهم 227 طفلا، كان آخرهم في 24 الأول أكتوبر 2012 عندما استشهد طفلان سوريان لم يتجاوز عمرهما 10 سنوات متأثرين بجراحهما نتيجة لانفجار لغم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان. السيد الرئيس، من الغريب فعلا لمن يدعي حرصه على استقرار المنطقة وأمنها أن يغض الطرف عن تهديدات إسرائيل المستمرة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين عبر قرعها المستمر لطبول الحرب ضد دول المنطقة وسعيها المحموم لتوريط حتى حلفائها في هذه الحرب. فكيف يمكن لبعض الدول أن تلزم الصمت إزاء حيازة إسرائيل للسلاح النووي وبقائها خارج معاهدة الانتشار النووي الNPT، علما بأن إسرائيل ما زالت ترفض تأكيد مشاركتها في المؤتمر الدولي الذي يفترض انعقاده بعد شهر من الآن لإنشاء منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، هذا في الوقت الذي استمرت فيه سوريا بالتأكيد على التزامها بإنشاء هذه المنطقة، وهو التزام ترجم عندما طرحت بلادي مبادرتها نهاية العام 2003 خلال عضويتها في مجلس الأمن لإخلاء المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية. وكلكم تعرفون أن من حال دون نجاح مبادرتنا تلك هي بالذات الدول التي تتحدث الآن نفاقا عن خطر أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط. أخيرا سيد الرئيس، أجد نفسي مضطرا من جديد للتحذير من المحاولات المحمومة لبعض الوفود المحابية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، المحاولات المحمومة الهادفة إلى إضعاف المرجعيات التاريخية المعروفة لبند الحالة في الشرق الأوسط عبر إقحام مواضيع أخرى في إطار مناقشاته تهدف إلى إبعاد مداولات المجلس المتعلقة بهذا البند عن الهدف الرئيسي الذي أنشئ من أجله، ألا وهو إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي العربية المحتلة، وذلك استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لا سيما قرارات مجلس الأمن ذوات الأرقام 242 338 و497. وبناء على ذلك فإنني لن أرد على الادعاءات والمزاعم الزائفة التي ساقتها بعض الوفود ضد بلادي خلال هذه الجلسة، ولن أرد على ما قيل من كلام غير دبلوماسي وغير لائق وغير جدير بهذا المحفل الكريم لكي لا ننفذ أجندة دأبنا على تحذير العرب وغير العرب منها على مدى سنوات، وللحيلولة دون زج المجلس في ألاعيب ومناورات تهدف لقتل جوهر البند موضوع النقاش، لأن ذلك لا يخدم إلا إسرائيل وحماتها، علما بأنه لدينا الكثير الكثير مما يقال لتفنيد ودحض تلك الادعاءات التي ساقتها وفود ذات الدول التي لم توفر جهدا لتصعيد الأزمة السورية وإفشال أي حل سلمي لهذه الأزمة، وذلك من خلال إمعانها في انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتدخل في الشؤون الداخلية السورية ومحاولة خطف حق الشعب السوري في تقرير مستقبله واختيار نظامه السياسي وإفشال كل محاولات الحوار الوطني الشامل. إن التدخل الأجنبي الصارخ في شؤون بلادي الداخلية هو الذي يعرقل جهود المصالحة الوطنية
وهو الذي يعرقل الحوار الوطني الشامل الرامي إلى بناء سوريا من قبل كل السوريين. هذا علاوة على قيام هذه الدول بالتعدي على سيادة بلادي عبر تشجيع الإرهاب وتقديم كل أشكال الدعم اللوجستي والمالي والسياسي للمجموعات المسلحة في سوريا وتزويدها بالسلاح وتجنيد وتسهيل عبور الإرهابيين الأجانب إلى الداخل السوري. إن المفارقة العجيبة سيد الرئيس هي أن مجلس الأمن قد تصدى مشكورا للوضع في مالي عندما قررتم جميعا أن تتصدوا لظاهرة الإرهاب المتطرف الذي يسود في مالي الآن، لكن هذا المجلس أو على الأقل البعض في هذا المجلس تعامل بشكل مختلف مع الإرهاب نفسه الموجود في مالي والذي يستهدف بلادي عبر حدود دول مجاورة لسوريا. هذه ازدواجية سيد الرئيس، أتركها في عناية السادة السفراء، وشكرا.